تعالوا نروح على العقول بتاعت المصريين والباحث المصري المبهر الذي ينجح في اكتشاف علاج لمرضى السرطان وينشر بحثه دوليا في دورية Cancer Advances. خلونا ناخد معانا دكتور ماهر عقل، الباحث المصري العقل المبهر. ازيك يا دكتور؟ انا الحمد لله، انا يعني اقول ايه ولا ايه، بس يعني ربنا يوفقك، ده انا مبسوط جدا. قول لي البحث بتاع حضرتك اللي بهنيك عليه وبشكرك عليه كمان، البحث بتاع حضرتك يجد علاج لاي نوع من انواع الاورام؟ واقدر اقول انه امتى نشوف انه هذه الابحاث اصبحت قيد التطبيق والتداول في المؤسسات المعنيه بالعلاج من هذا المرض؟ والله يا زيزو، احنا حاليا كنا شغالين في الفكره الاساسيه للبحث، ان احنا عايزين نعمل دراج معين يكون مختص بالسولد تيومرز او الاورام الصلبه. فاشتغلنا في كليه العلوم جامعه المنصوره مع الاستاذه الدكتوره اموره ابو النجا كرئيس القسم الحيوان السابقه، اشتغلت معاها لمده 5 سنين على البحث ده، في اننا طورنا جزيئات اسمها جزيئات الجلوكوزيدين. جزيئات الجلوكوزيدين دي بتحصل هي عباره عن نوع من انواع السكر المطعم بذرات قلويه سامه. الفكره كلها يا زيزو ان الخلايا السرطانيه غذائها الاول هو السكر او الجلوكوز تحديدا. الجلوكوز هو الغذاء الرئيسي للخلايا السرطانيه، لدرجه انها بتستهلك جلوكوز اكبر من الخلايا الطبيعيه بدرجه تقريبا 200 مره. يعني اكثر من الخلايا الطبيعيه 200 مره. كل اللي احنا عملناه ان احنا عملنا جزيئات سامه دمجناها في جزيء السكر ده، وقدرنا ان احنا نوصلها للتيومر. الجزيئات دي اسمها جزيئات الجلوكوزيدين، وجربناها على نماذج لخلايا سرطان الثدي في الفيران، ونجحت بانها تعالج الورم في خلال 11 يوم. وطبعا نشرنا ده كله بنتائج الهيستوباثولوجي في جورنال كبير اسمه كانسر ادفانس، هو من اكبر جورنال الكانسر في العالم المهتمه بحالة السرطان. احنا كل اللي احنا محتاجينه حاليا ان احنا محتاجين دعم من الدوله ومن سياده الرئيس اللي دايما بيدعم العقول الشابه والباحثين، اننا نطبق نوصل البحث لمراحل ما قبل السريه او المراحل السريه كمان، لان احنا محتاجين دعم جامد جدا يعني. فعشان كده انا بناشد سياده الرئيس من خلال برنامج حضرتك انه يدعمنا، او اننا حتى نقدر نقابله ونحصل على دعم لهذا البحث. يا رب، والله انا اتمنى بالقطع انه صوتك يوصل ويبقى عبرنا الى فخامه الرئيس، نتمنى ذلك. ده يبقى شرف لينا وشرف عموما ان احنا نساهم دائما في دعم البحث العلمي والعمل الاكاديمي المصري، خصوصا فيما يتعلق بمجابهه ومكافحه هذا المرض القاتل يعني.